وقع الاختيار على قبة موهبة لعقد هذا اللقاء كونه مركز محوري لاستقطاب علماء المستقبل ومنبرا للعلم والبحث والمعرفة والابتكار. نشكر بحقيقة مؤسسة موهبة وهيئة البحث وتطوير الابتكار على تنظيمة هذه الفعاليات جدا مهمة صراحة لتقليص الفجوة بين يعني مخرجات التعليم واحتياج سوق العمل، وهذا النوع من التواصل مهم جدا، وسعدت صراحة بالتواصل مع أبنائنا الطلبة والإجابة على الاستفسارات والأسئلة تدور بأذهانهم. حقيقة سعيد جدا بهذه اللقاءات التي تقدمها مؤسسة موهبة ممثلة برابطتها، والتي نحصل فيها على مزيج ما بين العلم والخبرة من قادة الوطن. وكان اللقاء اليوم يركز بشكل جوهري على دور الابتعاث في تعزيز منظومة البحث والابتكار، وما هو مستقبل هذه المنظومة في مملكتنا الحبيبة.